وصلنا معكم مشاهدينا لمحطة جديدة من صباحنا، ويعني بمشوار حياة كل حدا فينا منصادف أشخاص متنمرين بيجرحوا بالكلام، بيشتموا، بينظروا على غيرهم، وكثير من الكلام وكثير من الأفعال يلي ممكن يعملوها. طيب كيف إذا كان هالتنمر عند أطفالنا موجود من الصغر وتحديداً بالبيئة التعليمية ضمن مدرستهم يلي المفروض تكون بيتهم الثاني؟ اليوم بنسمع عن كثير حالات تنمر بالمدرسة، إن كان تنمر بين الرفقة أو كمان ممكن يكون تنمر من أحد الأساتذة على الطلاب. قد الموضوع يا رشا اليوم إن كان إذا نظرنا لبعدين في له آثار كتير سلبية إن كان على المتنمر أو حتى الضحية، وحتى مو بس على الأطفال. اليوم عنا بالمجتمع أشخاص اسمهم ملوك التنمر، يعني هنو شغلتهم بالحياة التنمر على الأشخاص. طبعا إذا رجعنا للمنشأ لهدول الأشخاص بنلاقي إنه حدا يمكن اجتماعيا عنده نقص عاطفي، يمكن اجتماعيا تعرض لكثير من التنمر فراح لإفراغ هاي العقد بالناس يلي حواليه. وإذا بنروح للسلبية، يعني أول شيء الانعزال، الناس بتكرهك اليوم، يعني هو أحد الأسباب بتخلي الناس تبعد عنك. ممكن كمان توصل قصة للانتحار. أكيد. فكتير مهم اليوم الأهالي يكون في وعي أكثر، وحتى كمان يكون في وعي من المدرسين بالمدرسة. نحكي تفاصيل أكثر عن الموضوع لتعرف على التنمر، على أنواعه وعلى أشكاله، وكيف ممكن نحمي أطفالنا من هي الظاهرة الاجتماعية. خلوني رحب بضيفتي اللي صارت ضمن الاستوديو، الاختصاصية التربوية عائشة إدلبي قشاش. يسعد صباحك. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن شفتي محمد الضيف اللي كان معنا، يمكن يمكن الناس اللي شافته وفكرته طفل هو عمره 19 سنة، يعني يمكن محمد حالي من الأشخاص اللي بيتعرض أيضا للتنمر بسبب الوضع الصحي. خلينا قبل ما نروح للآثار السلبية نحكي بالمفهوم النفسي عن التنمر. تمام. شو هو التنمر؟ التنمر هو مشكلة متنامية بالعديد من البلدان العربية والأجنبية، حتى موجود بالمدارس بالمدن وبالأرياف وبضواحيها. هلأ مصطلح التنمر هو كلمة عربية مأخوذة من تنمر، من كلمة نمر بمعنى توعد أو أنه ساء خلقه أو تصرف تصرفات شبيهة باتجاه الآخرين، شبيهة بتصرفات النمر. فأنه هذا حسب المعجم الوسيط. فالتنمر هو أحد أشكال العنف يلي ممكن يقوم فيه طفل أو مجموعة من الأطفال أو البالغين أو الأشخاص بشكل عام اتجاه شخص آخر، هاد بطريقة متعمدة ومتكررة. سخرية. طريقة السخرية. أول ما بحث بمصطلح التنمر وظهر هو دان عام 1978. له أشكال عديدة وبتختلط معه مفاهيم كثيرة. ممكن هلأ فينا نفرق بين أنه عم يمزح، في خط رفيع بين المزح والدعابة وبين التنمر. بتصير مظاهر بين الأطفال أنه هيك يضحكوا مع بعضهم وهي القصص، بس لما بيكون في قبول وود متبادل بين الطرفين في شعرة خفيفة بين التنمر وبين هذا المزح والدعابة. وفي كمان النقد ممكن ينفهم على أساس أنه تنمر، يعني ممكن تقولي لي أنه أنت اليوم ثيابك حلوين بس لو لبستي هذا اللون أحلى من هذا اللون، هذا نقد. أما أنت مو حلو وثيابك مو حلوين فرح يكونوا تنمر. صحيح. يعني مثل ما ذكرتي مصطلحات كثيرة ممكن تندرج أو تكون مخفية تحت كلمة التنمر. طيب بعد ما تعرفنا نحن مشاهدين شو بنقصد بالتنمر، اليوم معنا أسباب لهذا التنمر إن كانت فينا نقول هي غير منطقية ما لا تبرير أبدا، خلينا نوضح وجود هي الأسباب اليوم. تماما. هلأ الأسباب كثيرة بتعود أغلبها خلينا نقول العوامل الأسرية. يعني الطفل اللي ناشئ ببيت مناخه الأسري مشاحنات، خلافات أسرية، عدم احترام، في عنف أسري، في مشاكل، حتى له عدم احترام رأيه، فرح يكون يطلع الطفل إما متنمر عليه أو تنمر. لما بيكون في تجاهل، في تجاهل لرأيه أو مانه موجود يعني بها، فبيلجأ لسلوك التنمر. إضافة لأنه شعوره بالغيرة أو أحياناً هيك بياخد هذا السلوك لجذب الانتباه، أو أحياناً من كثر مشاهدة الأطفال لمشاهد عنف وأفلام عنف ممكن يقلدوا ويتعلموا هذا السلوك ويعتبروه مقبول. وبالأخص لما بيتعزز ببيئة وبيضحكوا البقية عليه هون وما حدا بيواجهه بأنه هذا مانو سلوك مقبول فبيعتادوا. وإضافة لعدم وعي الطفل بأنه شو الآثار السلبية لهذا التنمر على هذا الطفل أو هذا الضحية.
شو ممكن يعمل له ما توعى بهذا الموضوع. وممكن يلجأ بعض من الأهالي إنه اللي بيضربك اضربه، اللي بيشتمك شتمه، إنه بدي ربي قوي أو الشخصية بدي ربي أكيد رد الإساءة بالإساءة ما هذا. فبنحكي بعد شوي بطرق العلاج، لكن بهذه الطريقة ممكن يتعزز سلوك التنمر عند الطفل. طيب عائشة، ذكرتي اليوم أنه الطفل مثل ما بنعرف هو سفنجة، واليوم الأهل هنن المنشأ بشخصية أي حدا فينا يعني، واليوم أي حدا بعمر الشباب هو انعكاس للطفولة، كيف كان عم يتربى ضمن هي الأجواء. اليوم قبل ما نروح لنحن كيف ممكن نزرع العكس بطفلنا، نزرع المحبة، نزرع التسامح مع الأشخاص الآخرين، خلينا نروح للحالات اللي ممكن تكون خطيرة جدا بموضوع التنمر، أو ممكن شو ممكن تسبب يعني الآثار السلبية، للتنمر. خلينا نقول هلا في آثار حتى على المتنمر نفسه، يعني هو اللي عم يتنمر على الآخرين، هو ممكن يكون بقى في عنده أكيد مثل ما ذكرتي من شوي إنه فيه هو مشاكل ممكن تكون اجتماعية خلفيته، ممكن بالمستقبل لما عم يكبر يكون في أداءه الوظيفي بشغله بطريقة علاقاته مع الآخرين ما نفق. ممكن كتير أبحاث دلت بأنه ممكن انخراط بالجرائم بكبرهم. والآثار السلبية على المتنمر عليه رح تكون كتير حالات، مثل منظمة اليونسكو عملت بحث قالت واحد من كل 3 طلاب بيتعرض للتنمر، فالذكور بيتعرضوا لأكثر من الإناث بالتنمر الجسدي، أو الإناث بيتعرضوا لصورة الجسد والتنمر النفسي. فشو ولدت نتائج هذا البحث؟ أنه آثار مثل القلق، مثل الاكتئاب، مثل محاولات انتحار طالما شهدت وتسجلت معناها آثار سلبية. قد اليوم بيكون شخص مؤذي نفسيا أو صحته النفسية غير سليمة، وقت اللي أنا بدي أفكر اليوم بالانتحار بسبب موضوع التنمر معناتها أنا حدا هش نفسيا. كثير عوامل وصلت لهي المطرح، ما فينا نحكم ممكن يكون كثير أسباب وصلته لمحاولة. أكيد هي فكرة غير منطقية، وأكيد ما أنه مسموح وما أنه مقبول وغير مبرر بأنه متنمر عليه فأنه هو يلجأ لهذا الشيء، لكن كثير عوامل ممكن تسبب له. ممكن تسبب له أثار كمان على الصحة العامة، مثل تبول لا إرادي، مثل آلام بالمعدة، صداع، إضافة للخجل ولمشاكل بفقدان الثقة بالنفس، وكثير أثار سلبية. نعم. وخلال حديثك يمكن ذكرتي انه عندنا انواع للتنمر ان كانت لفظي او جسدي. طيب اليوم عندنا كمان نوع من انواع التنمر عم نشوفه بشكل كثير كبير، هو التنمر الالكتروني. نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا، بعصر التطور، بتلاقي اليوم اي موضوع او فكره منشوره على الفيسبوك او على الانستغرام ممكن تلاقي فئه الشباب او الاطفال المتنمرين ما بيوفروا كلمه، يمكن هالكلمه تكون كثير جارحه. أدي المهم اليوم ننتبه لهدول الأطفال. تماماً، التنمر أنواع مثل ما ذكرتي، وهذا الإلكتروني أدرج يعني لأنه صار موجود وبكثرة، وبالأخص مع الأطفال، يعني خلينا نقول الأغلب صار مع الموبايلات. في صفحات اليوم للتنمر. تماماً. بس الأمانة مسلية يعني. ما هو هيك، قد ما بتصير الضحك فعم بيصير سلوك مقبول. صح. لما عم ينتشر للسائد فعم بيصير سلوك مقبول، لما الولد عم يحكي هيك شيء فكر إنه ليه ما عم تضحك وليك ضحكته على البوست. تمام. فالتنمر الإلكتروني، رسائل نصية، اختراق حسابات، كتير له أشكال للتنمر الإلكتروني. وفي أنواع تانية مثل التنمر الجسدي أو المادي اللي بيكون فيها ركل، ضرب، أذى يعني للجسد، أو سرقة أشياء من هذا الشخص، أو تخريب أدواته. ممكن يكون لفظي مثل شتائم، تهديد، التنابز بالألقاب، بيناتهم هي رح تكون. ممكن يكون نفسي، يعني نظرة سلبية، نظرة سيئة، أو تحقير، أو تجاهل، أو كأنه ما أنه موجود هذا الشخص. فهيك ممكن يكون كمان. طيب عائشة، من خلال اختصاصك ومن خلال الحالات اللي تابعتيها اليوم ما بين المتنمر وبين الشخص اللي وقع عليه التنمر، اليوم عندنا حالتين نفسية ممكن يشتركوا بتقاطع اللي هي الضعف. يعني اليوم ضعف مشترك بيناتهم، يعني كان من المتلقي أو من الشخص الآخر. اليوم شو أهم الأساليب النفسية اللي ممكن تتبعيها حضرتك إن كان مع الحالتين، مع المتنمر والمتنمر عليه؟ هلا بداية لنحكي بطرق وأساليب لهي الموضوع، الحكي بده كتير تضافر جهود بصراحة. يعني في كتير أساليب وبرامج وقائية مثل برنامج دان أولويس. دان أولويس اللي اكتشف التنمر، اللي طلع المصطلح،
ففي دول كتير مثلا طبقته بالمدارس مشتركين فيها. خلينا نعرف في هذا البرنامج بجوز ما كل الناس تعرف. تماما، يعني هاي احد الوسائل العلاجيه. في برامج وقائيه للتنمر تطبق بالمدارس مع المنهج تمشي، وفي مع المنهج وممكن تكون كمان توعيه الاسر. انا اليوم انا كأم ليش لازم اعرف عن التنمر؟ ليش لازم افهم مين هن الاشخاص العرضه للتنمر؟ مين هن الاشخاص مثل ما ذكرتي حضرتك قصه محمد بن شوي، انه ممكن تكون شخص عرضه للتنمر، ممكن هيك حالات، لانه لازم الام تعرف بتثقيف كامل عن التنمر حتى توعي ابنها من هن الاشخاص اللي ممكن عرضه للتنمر. احميه من التنمر، يعني احميه من التحرش، يعني احميه يعني قوي شخصيته بكافه المجالات. فشو هي انواعه وشو هي الاساليب، هي كلها انا لازم لم فيها انا كأم انا كأسرة، واعطيها لابني واسمع له لابني وقت بيتعرض للتنمر او لما بيكون متنمر. فانا ما بالضروره هو متنمر يعني يتعاقب، هو عم يتنمر وعم يعمل سلوك غير مقبول اكيد، بس انا بدي امسك بايده لحتى ما هو هون ما ذكرتي هون ضعف وهون ضعف، فاثنيناتهم بحاجه. اضافه للكادر المدرسي وتوجيه للمعلمات المدارس سواء بالبيئه المدرسيه كلها ولا ببيئه الصف، ما نسمح بالمره لاي موقف يمرق فيه تنمر، ولا حدا يضحك عليه ولا يمرق هيك. ولما بيكون في جو في احترام في ود من كافه الاطراف من الطلاب من المعلم، فهذا رح يمنع شوي من انه تتزايد هي الظاهره بالانتشار. كثير اساليب فيها دور الاسره، فيها دور المدرسه، وفيها دور المجتمع بشكل عام. ما ذكرنا حتى في مثلا دول اوروبيه سنت قوانين، يعني مثل اليابان سنت قانون ولو موقع خاص تشتكي فيه عن متنمر. يعني في كثير تضافر جهود ان الظاهره منتشره وكمالها عم بتزيد متفشي. تمام، وخصوصا يمكن نحن هلا بفتره مدارس، فموضوع التنمر يعني جدا شائع وجدا مهم لازم ننتبه له. خلينا نحكي كمان اليوم بتلاقي اذا بدنا نكون ضمن نطاق المدرسه، اي طفل ممكن يدخل على شله جديده من رفقاته، بتلاقيه هو اللي بيتنمروا عليه على شكله على شخصيته على كل شيء بخصه، يعني قبل ما يثبت حاله هذا الشخص او يعرفهم على حاله اكثر. طيب اليوم اذا كان هالطفل اللي عم يتنمروا عليه كان طفلي، انا كيف بدي وعي اكثر كيف يتصرف مع الموضوع؟ ممكن اقول له انه يروح يشتكي للاداره، او ممكن اقول له لا يتنمر على رفيقه. شو الطريقه الصح اليوم اللي لازم نوعي اطفالنا فيها، وهل ممكن يكون في عقوبه بالمدرسه للتنمر؟ تمام. نتعاق في المدرسة كلها هيدي. لا للمتنمر. تماما. هلأ أنا كأم لما بدي مثلا بدي فوتوا على مدرسة، أول شيء كتصنيف لازم أعرف أنا بانتبه بأنه هذا رح يكون ابني عرضة للتنمر. بحسب تصنيف الأمم تصنيف اليونيسف بتقول أنه في أشخاص مثل الوافدين الجدد عرضة للتنمر. طبعا. يعني هنا جايين على مدرسة جديدة، فأنا علي أنبه ابني أنه نحن كيف بدنا نواجه هذا الشيء إذا لقيناه. مثلا المختلفين كمان عرضة للتنمر، مختلفين سواء بالشكل أو ذوي إعاقة أو بالطول باللون البشرة بكتير، حتى شعر الكيرلي أحيانا يعني بس بوجوده بين أشخاص. يعني فأنه أنا بدي انتبه سلحه لهذا الابن بمعرفة أنه أنا شو ممكن واجه بهذا المجتمع اللي ممكن أنا وافد أو مسالم كتير، أنا مسالم أو أنا متفوق كمان عرضة للتنمر، هذول حسب التصنيف اليونيسف. فأول شيء أنا أقوي له شخصيته، ما بتكون بناء بس على التنمر، يعني أي شيء بيعمله فأنا عم عززه، أي شيء عم أنت حلو أنت شكلك جميل ما حدا رح يأثر فيه. أنت لما عم تزرعي هذا الشيء خلص أنا حلو، حتى لو إن كان إجا يحكي لي هذا الشيء أول شيء أنا بدي أسمع له. هلأ عم نحكي بالمتنمر عليه، أول شيء أنا بدي أسمع له للأخير دون لوم، دون أنت شو عملت؟ ليه ما رديت له؟ ليه ما حكيتك؟ أول شيء بدي أسمع له وشوف كيف هو واجه، وشوف شو مشاعره، هل هو حزين؟ هل هو غاضب؟ هل هو شو الإجراء اللي اتخذه؟ وفي حال اتخذ صح أنا بعزز له هذا الشيء وبرجع بقويه وبناقشه بهذا التنمر وهذا المتنمر، إنه ما حدا وعى هذا المتنمر يعني شخص ممكن ما نعرفان بالأشياء اللي أنت عارفانها. فاللي عليه إنه أنا أسمع له وقوي، وإنه في حال تعرضت للتنمر يحكي لي ويواجهه، ممكن يوقفه يعني يواجه المعتدي مو بالضرب، رد الإساءة بالإساءة بس يواجهه يقول لهم أنا ما بسمح لك، ممكن يتوجه للسلطات سواء المعلمة ولا المدرسة ويخبر، أهم شيء ما يسكت عن هذا الموضوع.
وكثير اساليب لازم نحمي اولادنا فيها. ان شاء الله تخف هي الظاهره لانها هي يعني من اساسيات المجتمع الشرقي، يعني اليوم ما بدنا نقعد نجمل الواقع. أكيد. خاصه اليوم على الاطفال يمكن اثارها عم تكون هي الاشد سلبا، يعني خاصه بامكان بموضوع الشكل او اي شيء بنواحي شخصيته. شكرا عائشه لوجودك اليوم وصباحك حلو على طول. يسعد صباحكم. شكرا كثير لكم. شكرا لك، واكيد نتمنى من الكل يكون استفاد من المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويامنوا لهم اكيد للطلاب بيئه تعليميه مناسبه، لانه التنمر احيانا ممكن يوصل وياثر على تحصيلهم الدراسي. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه.